واحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. إسرائيل هددت اليوم بشكل ضمني بضرب قطع عسكرية إيرانية بالعراق مثل ما سوت عدة مرات بسوريا، وهذا التهديد يجي بعد أن ذكرت تقارير مؤخرا أن طهران نقلت صواريخ باليستية لفصائل شيعية تقاتل بالوكالة عنها بالعراق. التهديد ورد على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال مؤتمر بالقدس اليوم، وقال به نراقب كل ما يحدث بسوريا بالتأكيد، وبالنسبة للتهديدات الإيرانية ما راح نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فقط. ليبرمان سأل إن كان الموضوع يشمل العراق فأجاب: احنا راح نتعامل مع أي تهديد إيراني وما راح يهمنا مصدره، إسرائيل لها حرية كاملة بالرد ونحتفظ بحرية التصرف. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت أكد أيضا نفس الفكرة، وقال أنه بلاده راح تتعامل مع التهديدات الإيرانية بأي مكان وجدت، وكان هذا رده على أخبار نشر إيران صواريخ باليستية بالعراق. نفس السياق أكو تقارير ذكرت أنه سلاح الجو الإسرائيلي يجري طلعات منذ تقريبا سنتين بسماء العراق لتصوير المصانع اللي تستخدم لإنتاج أو تطوير الصواريخ الإيرانية واللي ربما يتم ضربها لاحقا. هاي التصريحات أثارت انتباهنا اليوم، وتقريرنا راح يتأخر اليوم بسبب خلل فني كان سبب تأخيرنا لخمس دقائق. أما ملفنا لهذه الليلة فهو جلسة أولى بغياب الرئيس والكتلة الأكبر والدستور. شباب جهز تقريركم؟ قل لي جهز؟ نروح للتقرير يعني قبل ما نرحب بالضيوف؟ يلا توكلوا والله توكلوا. واخيرا انعقدت الجلسه الاولى للبرلمان، عفوا انعقدت وليس انعقدت، والعقده هالمره مزدوجه، يعني عقدتين، واحده شيعيه وواحده سنيه، ويبدو ما يفكهن الا اتفاق امريكي ايراني يتقدم بسله واحده بها حل قضائي لمشكله الكتله الاكبر، وتخريج دستوري لعدم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالجلسه الاولى. هاي خلاصة راح ينضم لها بآخر التقرير عنصر مهم ممكن نسميه حلال العقد. بس هسه اسمعوا القصة. الجلسة انعقدت بحضور 317 نائب، أدوا اليمين منهم 297 نائب، والبقية وزراء ومحافظين أجلوا أداء اليمين حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. المهم تقدمت كتلتين لرئيس السن، كل وحدة تقول أنا الأكبر. نواف فندق بابل صارت كتلة الإصلاح والإعمار وتقول أنا الأكبر، اعتمادا على تفسير المحكمة الاتحادية اللي يقول أن الكتلة الأكبر هي مجموع الكتل الفائزة بالانتخابات بعنوانها ككل مو كنواب، واللي وقع على وثيقة إعلانها هم رؤساء هاي القوائم اللي فازت بالانتخابات. هذا اللي صار البارحة واليوم، زعماء 20 قائمة وقعوا أبرزهم النصر وسائرون والحكمة والوطنية والقرار. طيب شنو منطق الفتح ودولة القانون إذن؟ وعلى أي أساس يقولون بل نحن الكتلة الأكبر؟ منطقهم
هو جمع تواقيع النواب بشكل حي ومباشر، وهاي الرطينة ما نعرف شو وقت تنحال، لأنه بعض النواب اللي وقعوا للفتح والقانون ينتمون لقوائم زعمائها وموقعين ويا الإصلاح والإعمار. الموجود بهالخصوص أنه عدد نواب البناء الفرادة صاروا 150، بيهم تقريباً 30 اسم وجسم حاسبيهم بذيك الصفحة، بس موقعين عليهم اسم بدون جسم. هالشكل ما حد يعرف من الكتلة الأكبر فعلياً إلا إذا المحكمة الاتحادية وقفتهم بساحة وحسبتهم راس راس. طبيعي هاي عقدة شيعية بامتياز، وعلتها ترشيح رئيس الوزراء، وراح تأخذ لها كم يوم يلا تنحل بين ما تروح للمحكمة الاتحادية وترجع. بس الكارثة مو هنا، الكارثة بالعقدة السنية اللي تمثلت بانفضاض جلسة اليوم دون انتخاب رئيس للبرلمان ولا نوابه. هذا خرق دستوري رهيب راح يثلم ثلمة بشرعية أي رئيس قادم للمجلس هو ونوابه. الدستور يقول يجب انتخاب الرئيس ونائبيه بالجلسة الأولى، هذا فرض عين ما بيتأويل. وتخريجة جعل الجلسة مفتوحة باب وسدتها المحكمة الاتحادية من زمان، أما تخريجة اليوم بجعل الجلسة مستمرة فهاي ما تعبر على طالب مرحلة أولى بكلية القانون. الجماعة خرقوا الدستور اليوم وخلوه جوا رجليهم نقطة راس سطر. أما إذا أجينا للحيثيات فالمكون السني أساساً مختلف على 6 مرشحين، الحلبوسي وتميم والنجيفي والزوبعي والعبيدي والجبوري. وقبل هذا قصة الكتلتين انعكست على الجلسة من انسحبوا نواب الفتح والقانون ومن معهم وخلوا بالنصاب. يعني لسان حال الجلسة هو لو يصير اتفاق شامل لو نخرب البيعة كلها وكل من يروح لبيته. ترجمة هاي الفكرة الخطيرة هو التالي: المجلس انقسم قسمين، واحد لازم اللاخ من ايده توجعه، والصيحة السائدة الآن هي حل وانا حل. الأحرى ما تقدر كتلة من الكتلتين تشكل الحكومة وحدها، الأمريكان والإيرانيين يعرفون هاي الحقيقة كل الزين. قبل أيام مثلاً هاد العامري هدد علناً أنه إذا تشكلت حكومة بدون الفتح فما راح تستمر أكثر من 2 شهر. بالمقابل مقتدى الصدر لمح لنفس الشيء أكثر من مرة، وبالنتيجة أما أن يتم اتفاق أمريكي إيراني أو تندمج الكتلتين وتصير أكبرين، أو نروح لمشاكل عويصة واختراقات دستورية وربما حرب أهلية. واللي يزيد الأمور تعقيد هالمرة أنه الانقسام الشيعي متزامن مع انقسام سني حاد، وليس من منقذ لهما إلا العنصر الثالث فكاك العقد اللي نوهنا به ببداية التقرير، إنهم الكرد. الكرد اللي لحد اليوم ما أخذوا قرار بالانضمام لأي كتلة حسب تصريح سعدي بيرة. اي نعم، الكرد لا زالوا بيضة القبان الأثقل، وغياب قياداتهم عن جلسة اليوم رسالة بليغة أن الأمور الهسة ما صافية وما راح تصفى إلا بحضورهم وقرارهم. هم اللي ممكن يفكون العقدتين، عقدة الشيعة وعقدة السنة، بالاتفاق مع واشنطن وطهران. مشهد معقد مخيف ويتحمل هواي سيناريوهات. الجلسة انعقدت وبنفس الوقت انعقدت، وربك يحلها. أرحب بكم وناقش الملف مع السيد رائد فهمي النائب عن تحالف سائرون أو ائتلاف سائرون، كذلك مع السيد نعيم العبودي النائب عن ائتلاف الفتح، ومن عمان مع الدكتور باسل حسين مدير المركز العراقي أو مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. حياكم الله ضيوف الكرام. بدي وياك دكتور رائد وأقول من جبتونا هالبدعة ما الكتلة أكبر بس يوقعون رؤساء الكتل، صارت كتلة أكبر والجماعة واضح جدا تواقيع نواب حية 150 نائب، منكم هاي البدعة؟ تحياتي لك. حياك الله أستاذ نعيم وأستاذ باسل والجميع المشاهدين. لا هو غريب تقول بدعة، هو هذا المعتمد، يعني هاي الطرق هاي الطريقة هي المعتمدة طوال الدورات السابقة،
وأكو قرار محكمة بهذا الخصوص يتحدث عن كتلة، عن قائمة وكتلة تخوض الانتخابات وتفوز بأعلى الأصوات، أو اندماج قائمتين بعد يعني بعد الانتخابات، بعد حدوث الانتخابات. ماكو حديث عن أفراد، ماكو حديث عن نواب، أكو حديث عن قوائم، أكو حديث عن عدد النواب، النواب الأكثر عددا. نعم. القوائم اللي بها نواب أكثر. نعم. عددا. نعم. هسه هذا ديش قلت لعب محكمة اتحادية، هكذا كان الأمر. النقطة الثانية بيها فلسفة هذا الموضوع مو من عندنا. يعني هو تقول التنائب خاض الانتخابات باسم قائمة تحت عنوان قائمة ومنح أصوات لكونه مرتبط بالقائمة. فكيف انت بعد ما مباشرين يروح يقلب إلى قائمة أخرى؟ هذه عجبة. لا لا عجب أدري، ما كنت ديمقراطية وكسوس. يعني هذا أنا تقديري خداع للناخب. أنت الناخب أي بالدورة الجاية الناخب يعاقبه. لا لا إحنا خلينا نشعر ديمقراطية، ما نسمع دخل أشياء. الديمقراطية أيضا تعاقد. أنا هسا داري أحط صوت وإجا ناخب، إجا أقول مرشح وإجا عرض مشروعه وهو جزء من كتلة فانتقل. هاي واحد. اثنين بس احنا ما نقدر نحشي على هذه الانتقالات. بس الانتقالات شابت الكثير من الحديث أسس الانتقال. يعني هو الانتقال فكري سياسي بيه بابو جواب، بس هذا يا فكري وسياسي بعد ما بدينا الشغل، بعد ما بدينا هسه لو تبدي يبدي العمل. بغض النظر عن اسباب الانتقال جيد، هسه انا اللي قلنا سواء كانت يعني قناعات فكريه، سواء كانت قناعات شخصيه دفتريه، سواء كانت قناعات مال ضغوط خارجيه، قناعات تهديديه. يعني المهم بالنتيجه انتقل. نعم. وقعوا يا الجماعه. جيد، راعوا يا الجماعه هسه يجوا اخرين. بس انا اقول نستند على قرار محكمه. زين. والمحكمة إذا جزت أولها سبعة شهور مهمين حيروح أعتقد الحالتين حطوا. لا اليوم رئيس السن داز لا رئيس السن ما لحق حسب علمي. ما لحق الاستفسار؟ ما لحق، لا فقط الرئيس. أنا هيك اللي أعرفه رئيس مجلس النواب المنتخب لحق. رئيس الجمهورية لحق أيضا. ما يعني دستوريا يقول لك رئيس النواب. ها رئيس الجمهورية انتهى اليوم، انتهى بالانتخابات اليوم. منتخب. لا بالهذه انتهى رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية. صلاحيته. لا صلاحيته بانتخاب بالرئيس الجمهورية. على كل هاي الدستوري. رئيس المجلس والدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية. اليوم الحديث انه دكتور فؤاد معصوم الان من حقه ان يرسل استفسار للمحكمة الاتحادية. هي وجهت هسه الان وجهت انه يفترض، فاذا مو رئيس السن في كل الاحوال رئيس السن ما له حق. بس بالنتيجة اشوف انه من خشيتكم من التفسير واضح انه اذا نجي نحسب عدد النواب الجماعة أكثر منكم من عددا. من يقول فوق 180 سهل بعد خل يجي. إحنا منا كنت أقوم تواقع حية بس ما قدمت لنا ومقدم ومكل إذا اقتضى الأمر قد تقدم للعلم. يعني أنا أقوم تواقع حية. أي أستاذ نعيم. إيه. أنا عندهم تواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ أحمد ولضيفك الدكتور رايد وكذلك الأخ الدكتور باسل ولمشاهديكم الكرام. اليوم كتلة البناء هي الكتلة الأكثر عددا. وأنا أكو يعني نص واضح جدا في المادة 76 من تقول بأنه الكتلة الأكثر يعني تشكل الحكومة هي الكتلة الأكثر عددا. بالتالي هذا النص واضح جدا. أنا بس أريد أن تفسير لي عددا، شنو هاي عددا؟ نص واضح جدا، لغة عربية واضح جدا، أي شخص لا يختلف يعني اثنان على هذه المفردة بأنه الأكثر عددا هم الأفراد الموجودين المنضويين. جيد، شكو هذا واحد عددا. هسه أنا أقول أنا من جماعة الإصلاح والإعمار أجي أتحاسب وياك عددا. نعم. أنت منو فتح 47 47 دولة قانون 25 أيه. لقيت حسب لي مش قصر حسب الوطني. لا أنا أقصد إذا أسعدد لك الفتح وكذلك الأخوان الموجودين الباقي. متى أصلاً بقد الجماعة؟ لا أنا إحنا 150 رسمي تم توقيع. مين شو حسب ليهم؟ هسا حسبهم لك. حسب ليهم. بس إذا خلينا نحسب أول مرة الكتلة الأكثر عدداً. وإذا أردجوا وياك. لا خلاص أردجوا وياك. إنه الكتلة الأكثر عدداً هي النواب مو الكتلة. الفتح تقريباً الآن 59 ذا 62. مين؟ الكفاءات وكذلك إرادة وكذلك الشبك وبعض ال النواب اللي يعني في قوام متفرقة صاروا رسمياً 59. هاي 60 لك. 60. دولة القانون. 25 85 85. عندنا النصر تقريبا 20 105. عندنا الوطنية الآن تقريبا 10. منو من الوطنية؟
الوطنيه لو الاسماء الموجوده تم توقيعهم رسمي منهم من الوطنيه هسه تو توقيع خلنا اقصد لك خلنا مكان دكتور ياد على مر قصدك دكتور 10 لك لا انت تعرف يعني خلنا نحسبهم 115 عندك تحالف في القرار الموجود الفعلي هو 16 القرار 6 ابو مازن والمشروع العربي يمكن 4 5 هيك اي تقريبا 12 ايش قلت ايش قصر 117 الانبال هويتنا 6 123 عابرون قاسم الفهداوي 2 طلع عابرون هو 2 وجاد تتمالقون عليه كل واحد جرى الرجال زين اذا احسب لك بهذا الحساب احسب لك بهذا الحساب بلوك 54 بلوك خولات ما تفيد وياهم بلا ضغوطات ولا شيء دول 54 لا انا خلي بس بلوك 19 الحكمه اجي وياك انت قلت لي ال 20 من النصر راحوا يعني ايش قد بقوا يعني بقوا 2 و20 بلوك احسب لي اياهم الوطنيه الموسعه 29 راح منهم 10 19 ايضا بلوك ويا جماعه ايش قد صار زين انت احسب لي اياهم ايش قد صار قصدي انه حتى بالتواقيع جماعه لا مو مغضبين لا استاذ احمد تحسبهم الان ما يوصل للعدد ال 177 بالتالي اليوم عندما يعني طبعا احنا بالمناسبه ازمتنا الحاليه الموجوده هي بسبب الاستعجال بهذه التصريحات وهذه المواقف اليوم عندما الاخوه استعجلوا مباشره قالوا نحن الكتله الاكبر احنا راسا مباشره ايضا سلمنا قلنا بانه نحن الكتله الاكبر وهؤلاء الموجودين النواب مستعجلوا دستوريا لازم يقدموا قدمنا لا كان ممكن يعني قدمنا ايضا احنا ايضا ورقه بالنواب وقلنا نحن الكتلة الأكبر ولو كانوا يمثلون الكتلة الأكبر احنا من خرجنا كسرنا النصاب حتى نبين للناس بأنهم اكو فرق بين تقدر تكسر نصاب لا استاذ احمد كتلة أكبر لا استاذ احمد بس اسمح لي مو 177 خلص اذا 177 ليش ما عقدت الجلسة مو اكو بهم قسم ما ادوا اجقد ما ادوا اكو قسم أجل. ما ادوا يمين اجقد ما ادوا يمين أجل. اليوم بحدود اكثر من 27 نائب ما ادى يمين مين وزراء على محافظين على وكلاء وزاره على 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 لا ما ادري لا هذا ما بس هذا مو موضوعنا مو خلينا اكمل لك الفكره قصدي استاذ احمد بانه احنا النص واضح جدا بانه هي الاكثر عددا بالتالي اذا تجي تحاججني تقول لا بانه هي عباره عن كتل هناك سابقه موجوده في 2014 كان الائتلاف رئيس الائتلاف السيد المالكي ذهب السيد العباده ووقع عن جيد وقع عن 37 نائب وقع عن 37 من دوله القانون بالتالي ما يجري هناك يجري هنا فإذا كان هناك تقول تشكل وتقول بأنه النصر لا عبارة عن فرادة مسجلين هناك بعض الائتلافات عبارة عن كتل مثل القرار مثل الوطنية فكيف ممكن أن يأتي شخص يوقع مكان النواب يصادر إرادتهم وسلب إرادة المواطن وكذلك النائب وجديد علينا ما سلب الإرادة ما بسوينا قبل أنا أتكلم أحاججك بنفس الموضوع نفس الموضوع تقول من كسرنا نصاب ليش الجماعه ما اذا هم كتله اكبر ليش ما انتخبوا زين انتوا ليش كسرتوا نصاب اذا عندكم كتله اكبر ليش ما خليتوا هم يكسروا نصاب زاد واحد احنا مو نصف زاد واحد ليش مو نصف مو نصف زاد 105 يعني مو كتله اكبر لا كتله اكبر بس مو نصف زاد واحد بالتالي ممكن هناك كتل اكثر يعني ربما اقل من عندنا كتلتين او كتل ذلك قلنا لسنا نصف زائد واحد نحن الكتله الاكبر ولكن لسنا نصف واحد بس هذا احمد مهم جدا حتى بقانون الاحزاب انا اقول اكو قضايا مترابطه جدا حتى سواء في الدستور العراقي وكذلك حتى في الاحزاب الفصل الثاني القانون الاحزاب الفصل الثاني الماده الرابعه ثانيا تقول بانه لا يمكن اجبار شخص كاي مواطن يتخالف في حزب او اخراجه في حزب فكيف بالنائب انت تجبره وتسب ارادته انه يبقى بهذه الكتله خليه هي الحكم انه من يجي النائب يصوت خليه يروح لعمان واقول دكتور باسل بالنتيجه خرقنا الدستور علني واضح جدا الدستور تم خرقه اليوم ما انتخبنا رئيس للمجلس ونائبيه جماعه خلوا ورا ظهورهم الدستور وبالنتيجه ايضا داخلين على جدل حول من هي الكتله الاكبر ورايحين الى المجهول دكتور باسل بدا مساء الخير اخي الاستاذ احمد ولضيفك الكريم الدكتور نعيم والدكتور رائد طبعا احنا بدينا اليوم والمجلس النواب بدا اليوم بنقض القسم هم اقسموا على حفظ يعني الدستور وحفظ حنثوا باليمين يعني التزام بالتشريعات هذا قسمهم لكنهم نعم اسمع انا اسمع
تفضل تفضل تفضل، صوتك واضح دكتور باسل. واضح. نعم، دا أقول أنه قد نقضوا القسم الذي أقسموا عليه. يعني تصور أنه قرار في الدستور، عفوا الدستور نص الدستوري، وعندنا قرار بالمحكمة بأنه لا يجوز تكون الجلسة مفتوحة، الجلسة الأولى لا تكون الجلسة مفتوحة. اليوم ولا نتفاجأ بقرار من الرئيس مجلس السند باستمرارها إلى بكرة 11. طيب احنا كل ايام العالم هي 24 ساعة الا يكون بالعراق اليوم 48 ساعة. طيب ما هو الاستناد القانوني لهذا الاستمرار؟ هذا معيب. يعني انا ودي اقول احنا، وانا قلت من البارحة، قلت سنرى قرارات تؤكد احنا دولة الترهيم، كل شيء يرهم بالعراق. ما اقول اني انه لا احترم دستور ولا احترم قانون ولا احترم ولا اني اذا كل شيء يرهم بالعراق، شنو اللي راح يرهمنا؟ الكتلة الاكبر، على كل الكتلة الاكبر اللي هي كتلة بابل، لو الكتلة الاكبر هي كتلة الرشيد، ما شاء الله صار كتل الفنادق. يا كتلة اكبر راس فنادق وخنادق وبنادق. زين يا كتلة اكبر هسه استاذ احمد، احنا النص الدستوري يعني مو فقط شكلي ولا هو تمرير لغوي، هو لديه ارتداد بالفعل السياسي، بمعنى يكون الفعل السياسي على استواء واحد مع النص الدستوري، مو تقفز عليه، ما لك حق تقفز على الدستور، لا برلمان ولا غير برلمان ولا رئيس ولا غير رئيس ولا رئيس اصلي، هذا عيب. يعني احنا كيف الدوله؟ احنا كان من المفروض من هذا اليوم انه يحل هذا المجلس. هذا معيب جدا انه نبتدي باول خطوه بكسر كل التقاليد الدستوريه وندوس على الدستور برجلنا والله من اجل ارضاء سياسي. بالنسبه للكتله الاكبر يحل المجلس ودعوه الى انتخابات مبكره، من يسويها؟ من يسويها وظرفنا يتحمل نحل المجلس الان؟ اقول لك هذا المفروض، هذا المفروض لان خانوا قسمهم، لان قسم انه يلتزم بالتشريعات، اذا انت متلتزم وتخون قسمك انت ما يعني. هو اصلا الدستور جاء على تشكيك بالتزوير، والنوبه فوق التزوير يخلوا لك الخروقات الدستوريه من اول يوم. شنو المجلس راح يصير يا استاذ احمد؟ شنو تنتظر من عنده؟ اكو توضيح واضح للكتله النيابيه الاكبر. نعم. يقول ان تسميه الكتله النيابيه بالاكثر عددا تنطبق على الكتله النيابيه التي تتفوق على في اليوم الاول الكتل من حيث عدد النواب التي تضمها باليوم الاول. طبعا هسه اليوم اثنين مسجلوا، منو يحسمنا اليوم؟ منو يحسمنا ال 42 جلسه الاولى؟ منو يحسمنا اليوم؟ اليوم كتلتين قدمت، منو يحسمنا ال 42 مال النصر مثلا اللي وقع السيد العبادي عليهم البارحه وتقدمت اليوم، انهم هذول من ضمن كتله الاصلاح والاعمار سميتوا؟ من ضمن كتله. ومن يحسم لنا انه اكو 20 واحد منهم راحوا ويا الجماعه ويا البناء؟ من يحسم لنا هاي؟ هو منو اللي يحسمها؟ فقط بالنسبه الى المحكمه الاتحاديه، منو بيد القرار؟ سيذهبون بالتاكيد الى المحكمه الاتحاديه هي التي الاستفسار، لانه جي. رئيس الجمهوريه الى 30 يوم على فكره، لان رئيس الجمهوريه باقي يقدر حتى بقى. او رئيس السنه اللي بعث استفسار، لكن الكتله الاكبر حقيقه احنا عندنا كتله اكبر، ورئيس الجمهوريه راح ينتجينا عقبه بعد 30 يوم، راح على الثلثين جلسه الثلثين تتذكرها، راح تصير ايضا مشكلات. مو مشكله اذا متفقين، اذا اكو كتله اكبر حقيقيه مو مشكله جلسه انتخاب رئيس الجمهوريه ما راح تصير مشكله. خلينا منو راح يحل لنا هذا الاشكال هنا؟ يم المحكمه الاتحاديه؟ نرجع مرة أخرى للمحكمة الاتحادية، لو يمكن يصير في التوافق. واضح محورين، واضح منو داعم هذا المحور، وواضح منو داعم هذا المحور. هل إحنا رايحين يا دكتور رائد إلى تفاهم سياسي، إلى توافق سياسي؟ لو هم بتخلونها براس هالرجل هذا الثمانيني اللي كل ما يعني تستدعدكم الطرق ترحون على سيد مدحت المحمود ورفاقه. لا بس خليك أول شوية ندقق ما تفضل بيه استاذ باسل. احنا من الناس يعني، والوجهه كان اليوم الاول تحسن. بس شنو اللي صار؟ كسر النقاب، النصاب.
فبمعنى حتى لو دي سوي انتخابات ماكو نصاب، فإذا ما تقدر تسويه فلمن يتحمل المسؤولية؟ على الأقل الكتلة، كتلة الأعمار البناء اللي موجودين بالقاعة بقوا بالقاعة وكانوا مستعدين أن يذهبون بجدول الأعمار حتى نهايته. بس العائق صار منو كان مرشحكم لرئاسة مجلس النواب؟ واحد من وسائل مو مشكلة، واحد احنا عندنا هذه هسه احنا هاي تميز التحكم على النوايا، انت تحكم على الواقع، احنا سنحكي بعد القانون مو على النوايا، لا ايه نحكي على القانون. انتوا لو جاهزين، انتوا لو جاهزين كان جيد. هسه انا اقول جاهزين وجاهزين مشكلة أخرى، مو خلينا نمشي العدل، احنا نقول كنا جاهزين ومستعدين أن نستمر حتى النهاية، لكن هي المسؤولية يتحمل اللي كسر النصاب. ليش كسر؟ شو تسوي له والله؟ يتحمل؟ لا لا ايش راح تسوي له؟ لا تحمل مسؤوليه دستوريه. احنا نتحدث عن مسؤوليات زين، نتحدث دايد اقول انه احنا نحمل لنعمم زين. احنا كنا مستعدين على مدير ذكر قضيه القسم ولا جيد زين. احنا متحمس مستعدين ان نذهب حتى النهايه، هاي واحد. اثنين الاتفاق وعدم اتفاق السياسي، خلينا نرجع، هو هذا الانقسام يعني مفتعل لو باساس يعني هذا مو اليوم، هم صار كل لقاءات صار اشهر، صار اسابيع على قد ما اقول اشهر، ويلتقون ما يلتقون، بمعنى استعصت، خلينا نقول استعصت قضيه توحيده، ومو وبذل جهود كبيره وبذل جهود دوليه من اقليميه ما صارت، بمعنى هسه ما يدخل بالتفاصيل، اكو يبدو رؤيتين او تصورين، فاخر يوم يريدون يتفقون، يعني شنو الاتفاق؟ الاتفاق سياسي، لحد احنا ليش الخوش اتفاق اللي قدام فضيناها تمام. اما هسه الان تسويات معينه تصير بحيث مدخل بالموقف المبدئي، يعني انا رايحين على مشروع طبيعه معينه وجزء الاخوه رايحين بمشروع بملامح اخرى، ولا كان دمجوا مشان دمجوا، فالتسويه اللي تصير جيد، يعني التسويه بدون مدخل بالمشروع ما ادري. انا هسه تقول لي تغادرون اللي صار اليوم؟ لا يعني ما اليوم اكو كتلتين تسجلت، تسجلت رسميا تسجلت، وهي مثل ما تقول بالنتيجه المحكمه الاتحاديه حتحسمها من اللي حيلها من مسار قضيه بعدين نشوفها. النقطه الاخرى اكو احتمال اريد اميز بين الكتله الاكبر وبعدين تشكيل حكومه، هاي مو نفسي مو متطابقه، بمعنى اجيب لك مثال، اجيب لك مثال الكرد، اجيب لك انا بتسال الكرد ربما هم غير مستعدين ان ينضمون ان يلتحقون او ينضمون الى اي كتله أو يشاركون بأي كتلة، لا بالأعمار كتلة الإصلاح والأعمار ولا ربما ولا كتلة البناء لأسباب عديدة، هم يجوز فأنا إذا نقدر ما نستفيد منها، ما يريدون يزعلون هذا، لأنهم علاقاتهم بالطرفين زينة. لا موقفهم واضح، يقول لك ما عندنا خط أحمر تجاه الكتلة وسنتحالف مع من يحقق مطالب الكرد القومية. المطالب اللي طرحها بال 27 إذا سمينا الورقة خلصية مطالب، هذه الورقة بها عناصر مقبولة بس بها عناصر صعبة تقبل كما هي على الأقل من الكتل، لا أعتقد حتى بنائهم يقدرون يقبلوا كما هي، يعني يرادون نقاش جيد. فإذا هم أيضا راح يقول لك أوكي، فما حد مسوي ما حد تبنى المطالب كما ينبغي ولذلك احتمال قوي، وهذا الشيء محي أنهم يبقون بس هم حيشاركون بالحكومة في كل أكيد يشاركون بالحكومة فإذا لكن فقدوا اليوم، هسه الكرد غايبين اليوم بالبرنامج موجود اليوم، فقدوا فقدوا فرصة تأثيرهم على تشكيل هذا خيارهم الأكبر. هذا خيارهم خلص، هذا خيارهم زين. بس أنا بس أقول نقطة بمعنى أنه هذه المساحة مع التمييز ما بين الحكومة وما بين الكتلة الأكبر توفرت مساحة ما لتسويات معينة مع بعض الأطراف مو كلهم جيد. باكر والمحكمة الاتحادية قالت الفتح والقانون ومن معهم اللي سمتوها البناء مو هي الكتلة الأكبر، نفترض افتراض على اعتبار ارتحت لها شوية، يطلع قرار المحكمة الاتحادية انه انتم الكتلة الأكبر، بس الكرد قالوا لا ما نروح وياكم، روحوا يا جماعة حلي هاي المعضلة بالله بدعتي، نلتزم حلي هاي المعضلة، انتم كتلة أكبر شكلون الحكومة، يعني كتلة أكبر طبعا. الآن ممكن تدفعون بمرشح رئيس وزراء، اكيد سوف تكون هناك حوارات استاذ احمد، وما يعني تفرزه يعني الحوارات نحن نلتزم تماما يعني بالضوابط الدستوريه وكذلك القانونيه زين. سوف تكون لدينا فرصه، فاذا اخفقنا بعدم قناعه الاطراف الاخرى فسوف نذهب، يعني اكيد سوف يصار الى الكتله الاخرى من اجل تشكيل هذه الحكومه. انا قبل هذا الموضوع استاذ احمد اقول يعني انا اختلف مع الصديق الدكتور باسل حول قضيه التزوير انتخابات، وهذه انتخابات مزوره، الذي يحدد التزوير من عدمه هو
القضاء، وبالتالي انا اعتقد بان القضيه ليس فقط ضرب المؤسسه، انما هو الهدف من عنده هو ضرب المؤسسه. انا اتمنى الدكتور باسل يعني لا يكون في هذا الخندق، انما ممكن ان نختلف في وجهات النظر في بعض المفردات. لا هو واضح انه القضاء الان صار امنا وابونا، القضاء هو السلطات كلها، صار النواب اليوم، القضاء هو اللي مشان الانتخابات، القضاء هو راح يحكمنا من الكتله الاكبر، كل شيء محكمة الاتحاد طبعا، هذه السياقات الموجودة يعني هي الدستورية. هذا واحد. ثانيا بالنسبة لموضوع البناء، نحن نلتزم كل الالتزام بما تفرزه الحوارات. سوف تكون لدينا فرصة شهر لتشكيل هذه الحكومة، إن أخفقنا فسوف يكون الطرف الآخر. ولكن الأستاذ أحمد أنت الآن الطرف الآخر إذا شكل الحكومة بدونكم بشهرين تسقطوها. لا لا شوف استاذ احمد، لا لا اليوم لا خلينا نشوف طبعا. ابو حسن يقول مو انا اقول لك الان، اي حكومه يعني قادمه ليس فيها الفتح والسار لن تستقر ولن يكون هناك اصلاح، وكل شخص يذهب منكم واقعا. هذا اليوم انت لو تشوف البرلمان، تشوف الوضع الان، هذه الاصلاحات الموجوده سوف يعني انت يعني تقول بانه لن تستقل هناك حكومه. نحن نحتاج حكومه قويه، لذلك حتى تاخير الفتح كان هناك لديه فرص كثيره جدا، كنا نعطي ونفتح الباب للاخرين بانه نحن نعتقد بانه الاصلاحات ليس مجرد ان تكون فقط بالخطابات، انما يجب ان تكون هناك تشريعات حقيقيه وواقعيه، قانون الانتخابات، بعض الثغرات الموجوده في الدستور، هذه لا يمكن ان تتحقق إلا إذا كانت هناك حكومة منسجمة وكذلك برلمان قوية وبها سائرون وبها الفتح قوية. طبعا هو الكتلتين الآن الذي نعتقد بها قوية سواء كان في البرلمان أو غير البرلمان هو موجود الفتح وسائرون. لذلك نرى بأن هناك تشريعات حقيقية وواقعية يتحمل المسؤولية الفتح وسائرون في المرحلة القادمة، تشريعات حقيقية وواقعية سواء كان في التشريع سواء كان في التنفيذ. بالتالي خلص روحوا إلى سائرون فتح، ما وصلنا الى نتيجه طبعا لهذه الحوارات، لذلك كان بابنا مفتوح وقلنا بانه يا سارون تعالوا هناك مبادئ خلينا نتفق عليه، وكانت هناك حوارات ولقاءات وكذلك بعض التفاصيل لم نتفق لحد هذه اللحظه. دكتور باسل شنو هذا السيناريو اللي يخلي الفتح وسائرون في كتله واحده تشكل حكومه وفي حكومه واحده، واحنا هذا الاستقطاب اللي جاي نعيشه، استقطاب جاي نعيشه بين كتلتين، الفتح وسائرون يشكلون محور وعمود فقري في كل كتلة من عندهم. بس فقط أريد أن أشير إلى نقطة مهمة طرق لها دكتور نعيم. أنا بالنص قلت هنالك تشكيك واسع بهذا المجلس، ما قريت مجلس مزور، عديناها حتى هو لماذا دكتور حد... لا 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 مو عديناها ذني والله لا عدينا. مهمه لا بدل دكتور خلاص انعقدت جلسه واليوم قال لي ادوا اليمين الدستوريه بزينها وشينها. انا دا اقول لك خلاص عديت مشيها دا هو دا اوضح له دا اوضح بس اسمح لي خليني اكمل فكرتي فضل. انه حتى بالدليل ليش موقفين المفوضيه لحد الان، ليش وقفنا المفوضيه بحجه انه لحد الان تحقيقات بالتزوير يعني زي. هو تشكيك موجود يعني مو موجود، احنا حتى نقول انه هذا ما قلت مجلس مزور، قلت هنالك تشكيكات بالتزوير وهذا يعني يتفاق مع حتى السعوف في الانتخابات. اريد اعطيك ماده ظل اشكك بها 4 سنين. لا لا هسه داخلك ماده بس اسمح لي وهسه حتى للمشاهدين جاي يسمعون. رئيس مجلس النواب الحالي اللي راح ينتخب ونائبيه، رئيس ونائبين غير شرعيين غير دستوريين، لان ما تم انتخابهم اليوم. هاي شلونك بيها؟ هاي 4 سنين. اتفق وياك تماما. هاي 4 سنين. اتفق وياك تماما. ها شنو؟ تماما هم الدستور يقول يجب انتخابهم الجلسه الاولى وما تم انتخابهم. مو مفتوحه الجلسه. وهذه الجلسه طب 2010 في الجلسه الاولى ما لها علاقه ب 2010. كانت الجلسه مفتوحه بعدين المحكمه الاتحاديه قالت ماكو مفتوحه. خلي يكمل الرجل وبعدين علق لي عليها. تفضل دكتور باسل. خلي بس تفضل. شوف استاذ احمد ما تفضلت في دقيق 100% وفق الدستور وفق قرار المحكمه وحتى المفروض الكتله النيابيه الاكبر في اليوم الاول في الجلسه الاولى وفق قرار المحكمه رقم 25 موجود، ترى النص موجود يتحدث في الجلسه الاولى. هو اكو خرقين، خرق بالنسبه لتسميه الكتله الاكبر وفق قرار المحكمه اللي اضافتها، وبالنص الجلسه الاولى الجلسه الاولى. لا لا الكتله الاكبر سجلت اليوم. لا لا عفوا 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 دكتور باسل، هاي صارت جلسه ثانيه. هاي ملاحظه دقيقه، الكتله الاكبر اليوم سجلت. بقى الحسم من وهي بناء
لو اعمار واصلاح لا تسجلت، اكو كتلتين تسجلت. لا تسجلت يعلن الحسم من هي الاكبر. ماكو كتلتين، ماكو كتلتين. الحسم من هي الاكبر يم المحكمه الاتحاديه، لا تسجلت كتلتين. لا لا القراء تسجل ويوبت بيها، اقول لك بالجلسه الاولى مو هو القرار هسه قرارك النص القرار عندي نص القرار الكتله الاكبر التي تتفوق عددا على بقيه الكتل، ما يصير تقدم كتلتين حقيقه، ما معقول تقدم كتلتين. ثانيا بالنسبه لي احنا بالنسبه للكتله الاكبر احنا سائرون والفتح اذا يعني اثنيناتهم بحجة انه اثنيناتهم يمتلكون سلاح وبالتالي يعني حتى ما يصير صدام، لان الفتح عنده سلاح والسائرون عنده سلاح وهناك تخوف من انه احد يلجأ الى الشارع او يلجأ الى السلاح، هذا يعني تخوفات يعني منطقية، لكن اعتقد انه الافضل للعراق ان تكون اذا عندهم سلاح لا شلون شكلوا احزاب وفازوا وطبوا انتخابات لازم نمنعهم ان يطبون انتخابات، شلون عندهم سلاح ميلهم هو هذا المادة 47 اللي قلت انه شلون المفوضية راحت على القوانين وما طبقت المادة 47 التي تمنع حتى علم الأحزاب، حتى العلم تمنعها، بس تعرف احنا دولة الترهيم كل شيء يرهم بالعراق، يو اكو تطبيق المادة 47 مع احترام الدكتور نعيم كثيرين من اللي عندهم يعني سلاح او اجنحه هل لا يمكن لهم الدخول؟ ها وفق القانون، اما تقول لي وفق الاراده السياسيه لا مو وفق القانون، والوفق انه يقول لك الحق بالسيف والعاجز يدور شهود، هاي تختلف، القانون قانون والتاويلات واما الواقعيه السياسيه والواقع السياسي يختلف تماما. قبل ما تغادرنا يعني دكتور باسل، لان الحصاد اليوم من يمك من عمان، عندي سؤال حول موقف الكرد وتأثير الكرد، يعني بحلول عندنا 50 نائب إذا انضموا المعارضة للحزبين الكرديين، طبعا الجيل الجديد 4 موقع ويا الجماعة ويا النواة ويا الإصلاح والإعمار، بقى عندنا 9 نواب آخرين عدل الحزبين الكرديين التقليديين اللي عندنا حوالي 44 نائب. الكرد الآن هل تقييمك لموقفهم، خاصة أنه اليوم الظهر كان عندهم لقاء مع الأمريكان، والآن عندي معلومات أيضا الأمريكان يضغطون عليهم باتجاه معين يضغطون عليهم باتجاه معين، ها باتجاه أحسنتم والله مخرج مالتي شاطر بالله، يضغطون عليهم يروحون باتجاه معين، تعتقد أنه موقف الكرد حاسم أم ننتظر قرار المحكمة الاتحادية؟ الأكراد هم الأذكى حقيقة، لم يستعجلوا، هم الآن منزلة بين منزلتين مثل يقول المعتزلة، ينتظرون في الركب الأخير، هذا طبعا ديدنهم حقيقة، المحور كان عليه أن يسلك نفس السلوك، بس تعرف بالمحور طامعين بالسلطة كثيرين، خلهم يروحون هيك ويروحون هيك، مفروض يبقون، وعلى فكرة حتى لا الرجال لا لا المحور لا لا دكتور باسل المحور مو طامعين بالسلطة، المحور الظهر السيد أسامة النجيفي قاعد بأمانة الله ومجتمع وكذا وجاء تليفون عبر الأطلسي بالليل راح وقع ويا الجماعة، ما طمعان بمنصب السيد أسامة النجيفي بس تأثيرات يعني وعلاقات دولية هذا هنالك صراع هنالك إرادات حقيقة ما بين المحور يعني رؤى متعددة، بس بالنسبة لي انتصرت يعني حادثت انه نفى يعني يعني احد القيادات قريب المشروع العربي انضمام مشروع عربي الى اي كتله، يعني قالوا بعد يعني احنا ننتظر مع الاكراد حقيقه بعد لن وكذلك الجماهير ابو مازن ايضا بعد ما حسم امرا يعني ولا زين خلينا بالكرد باقي لي وياك دقيقه خلينا يعني بالكرد وموقفه بس الكرد نعم انا اعتقد الاكراد بالنتيجه النهائيه سيذهبون من يخدم مصالحهم اكثر، اضافه الى انه هنالك تعرف الاهل السليمانيه مرتبطين اكثر بايران، سيكون الضغط الايراني كبير، بالنسبه للحزب الديمقراطي سيكون له ضغطين مختلفين، الضغط الامريكي والضغط التركي، تعرف اعتقد انه بالنتيجه النهائيه سيذهبون مع الضغط الامريكي، انا هكذا اعتقد، وبالتاكيد سيذهبون الى مصالحهم، هم يحاولون فرض الى النهايه انه يعني يتاخرون حتى يفرضون شروطهم في كركوك، في المناطق المتنازع عليها، في قانون النفط الى اخره. انا اشكرك شكرا جزيلا مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه دكتور باسل حسين، كنت معي من عمان، شكرا جزيلا لك. اكمل الحوار ويا دكتور رائد واقول انه
موضوعكم وين الكرد بالتحديد؟ تعتقدون أن الكرد راح يستجيبون للضغوطات اللي عليهم؟ هل قادرين أنتم أن تلبون شروطهم 27 حتى تفوزون بتشكيل الحكومة؟ لو الجماعة أكثر قدرة منكم على الكسب ود الكرد؟ لا لا، هي ما القضية، هاي ورقة قدموها الكرد 27 مثل ما ذكرت، يكون نقاط يعني جيدة ممكن أن نتفق عليها، وأكو نقاط هي إرادة جدل يعني، وربما قسم منها يمكن عليه مع ملاحظات. فمقلع ومن الصعب أن نبتدي نقدم تنازلات مجانية، ما أسميها تنازل من أي طرف، لأن هذه قضية العلاقة بمؤسسات الدولة وعمل الدولة. يعني ما أعتقد موقف يكون مسؤول مجرد واحد يعطي وعود يعني للطرفين. فلذلك أنا أشك أنه ولا أعتقد أن الكرد ما يتوقعون الطرف الآخر حيقبل 27 صراحة، لأنهم يعرفوا قسم منه شوية سقف عالي، لكن هي من حقهم، وهي ورقة للنقاش وحيطلقون جواب. وهم أيضا أنا أعتقد أيضا حينظرون للحكومة السنة، لكوا كثير من النقاط اللي واردة من 27 ما تنحل بين يوم وليلة، والوعود حتى لو أعطيت وما سبق أن أعطوا وعودا ما طبقت الوعود، فيعني حتى مجد قيمة الوعود. وصلنا إلى نتيجة أن الكرد جزء من الحكومة، لكن مو جزء مؤثر على تحديد الكتل الأكبر. يعني هذا جزء، هذا بيديهم، الجزء الأول بيديهم، هم مختارين أنا خيارهم. اختاروا انتهى خلاص الموضوع. يعني سجلت الكتلتين. الآن مثل ما حسبت بداية الحلقة ويا أستاذ نعيم، إذا أريد أفرض وياك، مو أنتوا العشرين حزب وقعتوا، حتى أكو أحزاب عدها 54 وأكو أحزاب عدها نائب واحد. إذا أريد أحسبها أسماء وتواقع، توصلون للمئة وخمسين؟ والله إحنا عندنا قناعة تامة إنه كنت محسوبة إنه لا كنت الأكبر. لا لا، شيل الأرقام. موجيني هو الأرقام، بس أنا مو عندي كل الأرقام من الجذر المجمل. لا لا، هم عدوا الجماعة الأرقام اللي عندنا 180 فوق 180 اللي صار فوق 177 حسب ككتل كاملة. ككتل. ككتل. التواقيع اللي إذا توقع جارية الكتل هسه ما عندي الحق، الرقم مو عندي حد الآن، بس إحنا عندنا ثقة تامة أن الرقم يتحقق في جميع الاحتمالات. سواء عدد كتل، عدد كتل أو اثنين أو عدد نواب. إحنا الآن ماشيين على الكتل، لأنه هذا قرار محكمة، بس الاحتمال الآخر أيضا موجود. احتمال الآخر موجود، يعني تقول 180 طيرنا ال 20 من عندهم اللي راحوا، حتى بنطير 120 من يبقى العدد 160 هم أكثر منكم ب 10 خليه متراهين، هم أكثر منكم ب 10 يعني إلي هسه الدور أقول يلا خليه يعقد الجلسة. لا أنا أختلف تماما، وحتى قرار المحكمة الاتحادية، قرار المحكمة الاتحادية لو كان هناك قرار المحكمة الاتحادية واضح جدا لما كان هناك اختلافات وجهة النظر، علما أن نرى بأنه النص واضح جدا بأنه للعدد وليس للكتل، وأعطيت عدة شواهد بهذا. مو مشكلة يعني إذا للعدد، الآن التواقيع هم راح يصير مشكلة. ليش؟ يعني راح يصير جدل حول التواقيع الآن. أسماء النواب موجودين، وكذلك المفوضية موجودة، والبرلمان موجود. ولم وقع توقيعين هنا هنا. هذا أنت يعالج، أنت تعالج ماكو مشكلة يعني. هذا جانب فني، هسه ممكن يعالج، مو فد مشكلة يعني. نتكلم بالجانب الأصل. أكو قضية مهمة جدا أستاذ أحمد. إحنا نشوف من قضية خلق الدستور وغيرها. طبعا هذا مهم جدا أن توضح للمشاهد. بأنه إحنا حتى في الجلسة الأولى بأنه يجب أن تقدم الكتلة الأكبر حتى تشكل الحكومة. زين. واضح جدا الدستور، بس الدستور ما قال بأنه إذا قدمت كتلتين هسه من خلق الدستور، نحن أم الأخوة في بناء العمار؟ من لا يمكن أحد أن شو تقول؟ لا نحن ولا هم خلق الدستور، لأن نحن قدمنا كتلة في موضوع تقديم الكتلة الأكبر، ماكو خلق الدستور، أنتوا طبقتوا الدستور. أحسن. أنتوا طبقتوا الدستور. لا حتى لا. وهم طبقوا الدستور. أحسنت أستاذ أحمد، قصدي بأنه حتى الدكتور باسل قال بأنه يجب أن تكون هناك كتلة واحدة، والدستور واضح جدا بهذا. فأنا قدمت كتلة، كتلتين أصبحت مو كتلة واحدة، كتلة، لأن هناك بس ما محسوم من هي الأكبر. ما محسوم. أحسن. من هي الأكبر. خرق الدستور بس بعدم انتخاب رئيس المجلس. إذن هناك نصوص موجودة في الدستور، يعني هناك ثغرات واضحة جدا ساكت عن بعض القضايا، مثل الآن هناك صار خلل معين مثلا ولم تعقد الجلسة الأولى في البرلمان، يعني هل هناك قفز على البرلمان؟ لذلك هذا الإحراج خرج من عدة يوم البرلمان، والسيد رئيس المجلس قال بأنه تستمر هذه الجلسة لأن خلق دستوري. لا مو خلق، ما ممكن تحسب من يقول بأنه خلق دستوري. دكتور باسل يعني اليوم العراقي 48 ساعة ل 24 الذي يحدد الخلق الدستوري أنا أو أنت أو هناك جهة معينة، هناك محكمة هسه لو قايل تستمر. نعم. وباقي هو والنواب قال تستمر، باقي هو والنواب داخل مجلس النواب
ليل ونهار الحد باكر. لا هذا ما تحدد، هو قد تستمر يعني. هو هذا القول مالت السيد رئيس المجلس، قال بانه الجلسه تستمر الى غدا صباحا. هسه يحقق يعني انتخاب رئيس المجلس النواب او نائبيها ولا باكر؟ لو ما يحقق هذا السؤال هنا، نعم باكر شو يصير؟ باكر يعني رئيس المجلس السؤال هو ليش ما حقق؟ يعني نصاب ما يستمر. في حاله يصير نصاب المفروض يحقق، اذا ما صار اتفاق ما يصير نصاب. لن نقص على المستويات، نناقش على المستوى الاجرائي خلينا نسميها. زين احنا نقول اليوم ما استمرت الجلسه اللي كسر النصاب، لما تقدر تستمر يعني شلون تصوت ونصاب ماكو؟ فاذا بكره صار النصاب، ها انا اعتقد ذاك الوقت يصير ضغط لاجل ان نسعى لاجل ان الاتفاق السياسي يصير. زين ممكن يصير نصاب بس بيكم ومن يعني تقولون يعني هسه باكر الساعه 11 الصبح؟ هذه احتماليه موجوده، هاي احتماليه انه الحد باكر الصبح انتم تقدرون تصيرون 165 حاضرين ومتعين 180 هي من حيث النصاب ممكن اذا يصير هيك يعني، ما هذا احتمال قائم. فالاخوان غدا الان اذا لم يكن هناك اتفاق سياسي وصارت وجهات النظر مختلفه، وفق الاخوان اللي يطرحون 180 سوف يحقق الجلسه. زين شنو احتماليه ان تستمر الجلسه مفتوحه يوم يومين ثلاثه اسبوع؟ وشنو الفرق بين مصطلح الجلسه المستمره والجلسه المفتوحه؟ وتقولوا ماكو خرق للدستور. لا هسه خلينا نتفق على القضيتين. يعني اولا قلنا احنا هم كانوا يستعد يكملها. زين الجلسه صار بها ماكو نصاب. هسه انت لما تقول خرق المن خرق، رئيس السن قال مستعد يستمر. ها ما صار شيء، بس شلون يقدر يستمر ويسوي انتخاب اذا ماكو نصاب؟ من حقي انا ان اخرج يعني واكسر النصاب. هذا واقع. خالفت الدستور شلون من حقك؟ لا مو مخالفه الدستور. الدستور يقول لك اول جلسه تنتخب رئيس مجلس ونائبي، شلون تكسر النصاب وتطلع؟ لا بالنسبه انت مخالف للدستور. حتى النظام الداخلي واضح جدا بانه الجلسه بمن تعقد، ولدي خيار واضح جدا بان هناك اشكالات حصل في اختيار رئيس البرلمان، ومن حق النائب ان يحكم. انت مو بجلسه اعتياديه. نعم. انت مو بجلسه اعتياديه. طبيعي. انت في جلسه الدستور يقول يجب انتخاب الرئيس ونائب لم يحصل دستوريا، ومن يخالف الدستور يحنث باليمين. لا انتم من طلعت اليوم حنثتم باليمين. لا غير صحيح. حنثتم باليمين. لا غير صحيح. خالفتم الدستور. لا غير صحيح. يعني الدستور يقول لكم ما تطلعون اذا تخبرون رئيس ونائبيه. لم يقل ذلك، قال في الجلسه، والجلسه ما زالت مستمره مفتوحه مستمره في 2010 مخالفه للدستور. في 2010 صارت موجه تفسير محكمه الاتحاديه. ما صار تفسير محكمه الاتحاديه بالجانب. نعم صار. جاوبوا. لا اطلع ضد البناء. قطعت امكانيه اجراء الانتخاب، قطعت الامكانيه فخلت الدستور. انت شو انت طلعت ما عاد من ممكن انتخاب. لم يكن هناك بالكتله الاكبر، لماذا قدمت هناك نفس النص موجود واضح جدا؟ الاكبر واحد. لا مو اليوم شفتوا الزود للجماعه كسرتوا نصاب. خليه يحقق. ليش بالعكس خليه يحقق؟ مو بجلسه اعتيادية. ما عندك ما جاي تصوت على قانون اعتيادي. لا عندك اغلبيه مطلقه على مده. لا ابو قسوه غير الزود للاخرين ما عندنا مشكله. تعال هناك اتفاق، نحن بالبرلمان اتفاق على رئيس البرلمان وعلى غيره. انتم الكتله الاكبر وعقدتوا بينهم 177 او 180، تفضل حقق الجلسه. ولذلك نحن بناء على ما قالوا بانه لدينا 177 من حقنا ان لا نجلس في هذه الجلسه، من حقنا ما كسرنا النصاب، لان هم ادعوا بان لدينا 177. ابقى وصوت ضد. لا من حقي ابقى وصوت ضد. ما من حق شلون؟ ما من حق تكسر النصاب بجلسه يجب انتخاب رئيس. لا من حقك. لا استاذ احمد، قالوا لدينا 177 او 180 لتشكيل الكتله الاكبر، مو لكمان نصاب. لا موجودين، قالوا لدينا موجودين النواب غايبين مثل ما قال لك، قسم كانوا وزراء قسم غرائب. ارجوك لا فعلا باكر شكل جد باكر كملوا النصاب وحدكم. خلص كملوا النصاب اليوم، اتفقوا باكر كملوا النصاب وانتخبوا. احتماليه قائمه. اقول احتماليه قائمه واثق. لذلك استاذ احمد من قصه الدكتور، يعني ذلك عندما خرجنا قالوا لدينا 177، يا مثلا انت مو 177، لا لدينا 177، تفضلوا احنا راح نطلع، تفضلوا حققوا الجلسه. لم يحققوا الجلسه، بالتالي لم يكن لديهم هذا العدد.
بس مو هذا الموضوع. وغدا الناس الموضوع. لا الموضوع. لا الموضوع. الموضوع الجلسة تتم. هسه أنت مو قاعد تثبت هذا عنده ولا ما عنده. الجلسة الأولى. موجودة. المفروض تصير وتتم. أنت مو مسؤوليتك تكذب. الجلسة تتم إذا 177 تتم. لذلك بناء على ما قلته خرجنا. عدل. لا لا أساس قانوني ولا أساس. أنت اليوم تجي تسحب. وليس هناك أساس قانوني. ليش لا تسحب؟ 177. أنت تقول أنا كذبت. مو دقيق. مو دقيق. مو دقيق. أنت ليش لازم تطلع؟ من حقي إن أطلع. ما عندك التزام دستوري. من حقي بأنه أنت سوف تحقق النصف زائد واحد. أنت سوف تحقق النصف زائد واحد بالمئة وسبعة وسبعين. فلماذا لم تحقق الجلسة؟ هذا موضوع آخر. أنت اليوم طلعت. أنت طلعت. أنت اليوم هو معناته لا ديمقراطي. معناته إذا شيء يمشي ضدك أنت تطلع. بالعكس. أي ديمقراطي. فرصة تشكل واحد. لا لا. طاق فرصة اليوم تشكل حكومة واحدة. ليش تسحب؟ الانسحاب ليه؟ طاق فرصة. تسحب. كشفك اليوم. ليش تسحب البرلمان؟ كشف 180. بدعة 180 ما لكم كشف اليوم خروجهم. هذا موضوع آخر. ليش تسحب البرلمان؟ ليش تسحب؟ أوكي اشتكى عليهم المحكمة. وهل الديمقراطية تفرض على النواب أن يبقون في الكتلة وتحتكر؟ هذا التزام. شو القصة؟ التزام. هذا ديمقراطية. ليش يسوون؟ هذا الجدل إيش قدر راح يستمر؟ ليش يسوون؟ توقعاتكم آخر سؤال. توقعاتكم هذا الجدل شو قدر راح يستمر؟ نحتاج إلى اتفاقية تربيل ثانية. لا لا قصدك ما رجع حسب الكتلة الأكبر يعني اللي يجد. أنا ما أعرف أريد رئيس وزراء وأريد لا وزراء. لا أريد وزراء يرحون بالبصرة المنتجوة. يعني إحنا ماشيين. إحنا ماشيين لأجل تشكيل الحكومة وإيجاد اتفاق بالنسبة. توقعاتك للسقف الزمن استمرار هذا الجدل منه أكبر ومنه رئيس وزراء إيش قد يستمر؟ يعني رأسا ما أقدر أقول يعني ما صعب يعني ما خمول. صعب. بس أنا يعني ما أعتقد ممكن. والله يعني ما أتوقع يعني إذا كان هناك صوت العقلاء لأن إحنا ما زلنا بصراحة نحن وكفتة خليتهم صوت العقلاء طولت بالست لا لا قصد قلت العقلاء يعني لا 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 خلينا نكمل ما زلنا نقول بأنه حاجة المرحلة تتطلب أن يكون هناك اتفاق سياسي واضح جدا بين الفتح وسائرون ونتمنى أن يكون ذلك ولذلك إن شاء الله في الأيام الجوزة غدا قد يكون هناك اتفاق. النائب نعيم العبودي شكرا جزيلا شكرا لك كذلك النائب رائد فهمي اللي أتوقع لي يكون نائب أول لرئيس مجلس النواب. شكرا جزيلا لك وشكرا للدكتور باسل حسين مستشار المركز الدراسات والدراسات الاستراتيجية. شكرا لكم. نشوفكم باكر ورا طلاب الجلسة باكر إن شاء الله.